بالنسبة للأسعار نزل الخروف البلدي اللي هو هذا اللحم، هذا البلدي الأصلي. السنة اللي فاتت انباع ب6.5، هلا السنة هاي في ناس باعته ب7 ليرات، في ناس باعته ب40 شيكل الكيلو. الغنم اللي اجت من برا طبعا لانه سعرها غالي احنا ما جبناها، ما حبيناش، يا بتكون سعر مناسب للمواطن اللي هو ياكل لحم ويشتري لحم، وبدل ما يقول لك اعطيني كيلو ولا اعطيني 3 كيلو 4 كيلو لحمه، مفروض اقل من 50 شيكل، اكثر من 50 شيكل حرام بالنسبه للغنم المستورده، لانه المستورد ما انت عارف يعني برا بكم الخروف؟ $50، خلي يكلف 100 $150. $150 قديش؟ 600 شيكل. لما بدي ادفع انا 600 ولا ادفع عمال 1800 او 1500، لا باخذ من المستورد لحم نظيف مش عاطل. بس عاد كلفتهم سعر غالي جدا يعني، لانه اجى عن طريق الجو مش البحر. لو عن طريق البحر كان اجت ارخص شوي صغيره، بدل ما ادفع على كل خروف $120 $125 بدفع $16 $15 عليه. فهذا فرق كبير، هذا كله عبء على المواطن، والمواطن مش متحمل اشي.